عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 4 علامات بتدل على انك انت مصاب بالجن الطيار، فلازم انك انت تركز معايا، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلت عليه اخبر ان الجن 4 اصناف: صنف يطيرون في الهواء، وصنف حياة وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. فاحنا هنتكلم عن الجن الطيار والاحلام اللي ممكن انك انت تشوفها وتدل على الجن الطيار. اول حاجة انا عايز اقول لك ان الجن الطيار بيرسل لك رؤى وبيرسل لك احلام وبيخبرك فيها ان هو ساكن في جسمك، فلو شفت العلامات دي تحاول انك انت تمشي على البرنامج اللي انا هذكره لك. اول رؤى من الرؤى اللي بتدل على انك انت مصاب بمثل عشق الطيارة يا اخي الكريم، انك انت تشوف نفسك انك انت بتطير من مكان لاخر، ورؤية الطيران تتكرر عليك جدا. وانا عايز اسالك سؤال وجاوبني عليه، هل الطيران من صفات البشر؟ بالطبع لا، مفيش اي واحد بشري بيستطيع ان هو يطير في الهواء، والطيران ليس من صفات البشر كما نعلم جميعا على مر التاريخ. لم نرى أحد يطير في الهواء من البشر، أو سمعنا عن أحد يطير في الهواء إلا سيدنا سليمان، لأنه كان بيمتلك ملك عظيم جدا وربنا سبحانه وتعالى وهبه هذا الملك. فأنا عايزك أنك أنت تديني تركيزك أيضا، لو شفت أنك أنت بتطير في الهواء وبتطير وبتنتقل من مكان لمكان آخر، فاعرف أن الرؤية دي تدل على أنك أنت مصاب بمثل عشق الطيار. فلو العلامات اللي أنا هذكرها، الأعراض اللي بتدل عليه، كانت موجودة عندك، فأنت كده تتيقن تماما، فتمشي على البرنامج العلاجي، ولو مشيت عليه في ظرف 3 أيام بالظبط هتكون متخلص من مثل عشق الطيار. طيب إيه هي الرؤية الثانية اللي بتدل على وجود مثل عشق الطيار؟ الرؤية الثانية إنك أنت تشوف نفسك بتقفز من مكان لمكان آخر، وعندك قدرة فظيعة جدا على القفز. ولو أنت بتستطيع إنك أنت تقفز وتنتقل، هتبص تلاقي نفسك في المنام إن في أشخاص بيطردوك أو أشخاص بيجروا وراك. كل هم الاشخاص اللي بيجروا وراك دولت حاجه واحده بس، ان هم يؤذوك او يتعرضوا ليك باذى او ان هم يصدوك بمكروه. فعشان كده لو شفت انك انت بتطير في الهواء اخر كريم، وان في حد بيجري وراك وبيحاول ان هو ينطلق وراك عشان يؤذيك، اعرف ان الرؤيه دي تدل على ان في حد بيحاول ان هو يضرك، فلازم انك انت تستمع للرقيه الشرعيه للضروره. خلينا نتكلم عن الرؤيه الثالثه اللي بتدل على انك انت مصاب بمثل عشق الطيار، وهي انك انت تشوف نفسك في مطارده، والمطارده ديت فيها اشخاص كتير جدا بيطردوك من هنا ومن هنا، وتطلع تجري وهم عمالين بيجروا وراك، وتتكرر عليك الرؤيه ديت مرارا وتكرارا. فلو شفت الرؤيه ديت فاعرف ان دي من الرؤى اللي بتدل على مثل عشق الطيار. فتعالوا بقى نتكلم عن الاعراض. اول حاجه، ما بيكونش عندك قابليه انك انت تستمع للقران الكريم، وكأن في جدار بيعزل بينك وبين القرآن الكريم، ولما تستمع لآيات من كتاب الله جل وعلا تشعر بالضيق في صدرك، وتحس انك انت ما انتش مرتاح، نفسيتك تعبانة، حاسس انك انت مغموم. والمشكلة مش في كده، لا، ان الرؤية دي تتكرر عليك اكثر من مرة. والمشكلة مش في كده، ان الواقع ده انك انت بتعيشه وبيكون عندك صدود شديد جدا عن الصلاة، ودي العلامة التانية. فلما تيجي تصلي، لو انت امرأة على سبيل المثال، تتوضي وتقومي خلاص عشان تصلي، وفجأة تبص تلاقي نفسك ناسية خلاص انك انت كنت متوضية عشان تصلي. ومن ضمن العلامات انك انت اثناء استماعك للقرآن تحس ان فيه ضيق في الصدر، وان فيه في الراس تنميل شديد جدا، خصوصا في منطقة الجبهة. واغرب علامة، اي واحد شيخ لو بيقرأ على الحالة المرضية هيبص يلاقي ان فيه علامة واضحة جدا بتدل على ان الجسم ده فيه مس عشق طاير. ايه هي العلامه دي بقى؟ ان الشخص تبص تلاقيه بيترفرف كده، او ان هو عايز يطير، وتبص تلاقيه دايما بيحرك ايده كده، او يرفع ايده لفوق كده، ويمد ايده كده ويعمل كده بايده، او ان هو يعمل بايده كده، وتبص تلاقيه يحرك ايده حركات فظيعه بنفس الهيئه دي كده بالظبط. دي من ضمن العلامات اللي بتدل على ان الحاله اللي موجوده ديت مصابه بمثل عشق الطيار. طيب ايه هي العلامه الثالثه؟ ان دايما الانسان يكون عنده، لو متجوز، عنده صدود عن مراته، مش متقبل زوجته نهائيا، بيشوفها بصورة مش كويسة، على الرغم ان كل الاشخاص الاخرين من محارمه، على الرغم ان كل النساء اللي هما موجودين من محارمه بيشكروا له في زوجته، بيشكروا له في جمالها، وبيشكروا له في ادبها واخلاقها، لكن هو دايما عنده شك ان الزوجة دي مش كويسة، ان في اخطاء بتصدر من الزوجة، انا حاسس ان هي ربما ان هي بتخني، او لربما ان هي بتتواصل مع حد تاني، انا شايف ان زوجتي في حاجات مش مظبوطة فيها. فهنا بقى بيدخل في شيء اسمه الشك، يبدأ هذا الزوج مش طايق زوجته نهائيا، ولا طايق ان هو يقعد معاه. ففي الحالة ديت يا اخي الكريم تعرف انك انت مصاب بمسج العشق الطيار، خصوصا لو انت بتجيلك الام في منطقة الاكتاف، ودي بيتعرض ليها اشخاص كتير قوي، يحسوا ان في الام في منطقة الاكتاف كده، لدرجة ان هو مش قادر يحرك كتفه، وكأنه شايل جبل صخري فوق الاكتاف بتاعته. ولما يجي مثلا بعض الحالات يبص يلاقي ان في تنميل في الدراع، وفي مش قادر يحرك دراعه، وان في تنميل في دراعه من اول الاكتاف لحد كف الايد،
والتنميل ده بيتكرر عليه في فترات كتيرة قوي. لو تكرر عليك هذا الأمر فاعرف أنك أنت مصاب بالجن الطيار. طيب هل في آيات بتقضي على الجن الطيار؟ كل ما عليك يا أخي الكريم حاجة واحدة فقط لا غير، أنك أنت تلتزم أثناء في أثناء البرنامج العلاجي بالصلاة، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيدافع عن المؤمنين، والله عز وجل أخبر إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لما أنت هتلتزم بالصلاة تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هيتولاك، وإذا تولاك الله عز وجل كان معك في علاجه، واعرف أنك أنت في صراع مع إبليس وجنوده. فعلى سبيل المثال أنت آدم وعدوك مين؟ إبليس. فلازم أنك أنت تتغلب على هذا العدو، بمعنى ما تخليش هذا الشيطان يسيطر على جسدك نهائيا. ولو حسيت أنك أنت هتغيب عن الوعي أو أنك أنت خلاص حطوه كده، اعرف أن الشيطان ده فلو حسيت أنك أنت هتغيب عن الوعي اعرف أن الشيطان ده بيحاول أنه يسيطر على جسدك وبيحاول ان هو يمتلك جسدك. ففي الحالة دي لازم تستعين بالله جل وعلا، وتحاول قدر الامكان انك انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتمشي على البرنامج العلاجي اللي انا هقوله لك. اول حاجة الصلاة، ثاني حاجة ان ما تخليش الشيطان يسيطر على جسمك نهائيا او يطلع عليه، ثالث حاجة الايات اللي بتتكلم عن الطير في القرآن الكريم، زي مثلا قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير، كررها قدر ما تقدر، قال فخذ أربعة من الطير من الطير من الطير قال فخذ أربعة من الطير قال فخذ أربعة من الطير من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنا نيتي اللي تكون موجودة في رأسي وأنا بقرأ هذه الآيات إن ربنا سبحانه وتعالى يغلبني على هذا الجن الطيار، وإن أنا بالفعل أنتصر على هذا الجن الطيار، وإن ربنا سبحانه وتعالى وأنا بقرأ هذه الآيات هيعيني على الجن الطيار. وتقصد وإنت بتقرأ الآيات بتاعة الطير إنك أنت هتنتصر على كل جن طيار بيسكن في جسدك. ثم أنك أنت في آية أخرى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أكد جدا على كلمة الطير، أكد جدا بكل ما أتيت من قوة تركز على جملة الطير، وتركز على كل الآيات اللي فيها الطير في القرآن الكريم، وتحاول أنك أنت تكررها 7 مرات 10 مرات 70 مرة لحد ما كل الأعراض اللي أنت بتعاني فيها في جسمك تختفي نهائيا. فإذا اختفت الأعراض من الجسد هتلاقي أن جسمك سكن، هتلاقي أن كل الأضرار اللي بتمر بيها قبل كده انتهت من حياتك نهائيا. ثم ما تلبس إلا أن يشفيك الله عز وجل من هذا السوء وهذا الضر اللي انت وجعت فيه. ده أفضل علاج للجن الطيار. لو عندك أي وصفة بتقضي على الجن الطيار ياريت تضعها في كومنت أسفل الفيديو عشان كل متابعينا في تفسير الأحلام يستفيدوا منها. ولو عجبك المقطع ده دوس لايك واضغط سبسكرايب وفعل الجرس وانشره لأصحابك عشان يوصلك مزيد من قناتك تفسير الأحلام. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.